خلونا نسمع مقطع مما قاله الوزير وزير الخارجية المصري الوزير سامح شكري بالأمس، والحقيقة أن خطابه كان مهم جدا، واحد من أهم ربما الخطب التي ألقاها سامح شكري. تحدث عن عمل عربي على دون المستوى، وتحدث أيضا عن ميليشيات الإرهاب التي يعني يحرضها ويحركها أو تحركها قوى إقليمية. إن العمل العربي المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يزال دون المستوى الذي نتطلع للوصول إليه لتحقيق التكامل العربي المطلوب، والذي أصبح مسألة حتمية إذ كنا نريد الحفاظ على مصالحنا في عالم يموج بتطورات سريعة يتعين التعامل معها. وفي هذا السياق نستمر اجتماعات تطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها، ومنذ ما يقرب من 5 سنوات دون التوصل إلى نتائج فعلية وملموسة تعكس رؤية جديدة لعمل الجامعة في ظل التحولات والتحديات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة العربية في الفترة الأخيرة. إن الأزمة في سوريا وفي ليبيا واليمن، فضلا عما يعتري العراق من مشكلات عميقة لتعكس ظواهر متشابهة باتت حقبتنا تتسم بها، وكلها ترتبط بتراجع دور الدول لحساب ميليشيات وتنظيمات طائفية أو متطرفة ولاعبين من خارج الأطر الرسمية يتحكم بقرارهم في غالب الأحيان قوى خارجية تسعى لتوسيع نفوذها على حساب مبادئ السيادة ووحدة الأراضي للدول العربية. ولا شك أنكم تابعتم خلال رئاسة مصر للقمة العربية مدى الجهد الذي بذلته لاقتراح اعتماد سياسات ومواقف حازمة ومؤثرة تحول دون تفاقم هذه الظاهرة بتدخل ودعم قوى وأطراف إقليمية تصورت أن التطرف ورقة يمكن توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية والهيمنة على المنطقة، فارتدت عليهم حتى أصبحت تلك القوى في عين عاصفة التطرف والإرهاب.